ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم أشغال الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لشؤون المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة. وقد شكل هذا الاجتماع مناسبة لتقديم خلاصات أشغال اللجان الموضوعاتية التي انكبت على بلورة برنامج تنفيذي لتنزيل التعليمات السامية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة ذكرى 69 لثورة الملك والشعب. وخلال هذا الاجتماع استحضر رئيس الحكومة العناية الملكية التي يوليها الملك محمد السادس لقضايا وشؤون المواطنين المغاربة بالخارج، مذكرا بالتزام الحكومة بتنفيذ البرنامج الحكومي 2021-2026 في مجال النهوض بأوضاع مغاربة العالم وما تضمنه من تدابير وإجراءات تروم التجاوب مع مختلف حاجياتهم وتطلعاتهم. وقد دعا رئيس الحكومة كافة الأطراف المعنية إلى الرفع من وتيرة مختلف التدابير المتضمنة في البرنامج التنفيذي المتعلق بتنفيذ الخطاب الملكي السامي بما يستجيب لتطلعات مغاربة العالم.